السلام عليكم. من بعد ما شفنا ليكواسيون ديفيرونسيال ديال لو بروميير اوردر، اليوم ان شاء الله غادي نشوفو ديال لو دوزيام اوردر. دونك عندنا واحد ليكواسيون لي لا فورم ديالها y سكوند بلس ا y بريم بلس ب y ايغال ا زيرو. نشوفو لي كا بارتيكولي، الا كانت ا هادي نول و ب نول، دونك y سكوند ايغال ا زيرو. هنا ندرنا الانتغرال y بريم ايغال ا ك1. ك1 سي اون كونستانس الا بارسيان ا ار. الا درنا لها عاوتاني الانتغرال هي ك1 دو x. الانتغرال ديال كونستانس بارابور ا دي x هي ك1 دو x بلس ك2. لو دوزيام ك، الا كانت عندنا ا يخالف 0 و ب يساوي 0. دونك هنا y سكوند بلس ا y بريم ايغال ا 0. دونك الى جبنا هادي هنا y سكوند ايغال ا موا ا y بريم، وهادي هي لا ديريفي ديال y بريم ايغال ا موا ا y بريم، وهي اللي شفنا في ليكواسيون ديفيرونسيال دورتر 1. دونك هادي y بريم غتولي هي ك ليكسبونونسيال ديال موان ا اكس. الى درنا ليها الانتغرال هي موان ك سور ا ليكسبونونسيال ديال موان ا اكس بلس الفا. هنا غادي نحطو واحد ليكواسيون اللي هي ار او كاري بلس ا ار بلس بي ايكال ا زيرو. هنا لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون عندها 3 ك. الا كانت دلتا ديالها راه بوزيتيف، دونك هاد لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون عندها جوج ديال الحلول r1 و r2. دونك لا سوليسيون فهاد لو ك هي الفا ليكسبونونسيال ديال r1 x بلس بيتا ليكسبونونسيال ديال r2 x. نشوفوها في واحد التمرين باش نفهموها مزيان. هنا عندنا y سكوند موا 5 y بريم بلس 6 y ايغال ا 0. دونك نحطو r او كاري بلس ا ار بلس ب ايغال ا 0. ا هي ناقص 5 و ب هي 6. دونك هنا دلتا هي موا ب كاري موا 4 ا سي، دونك هي ايغال ا 1 بوزيتيف. دونك نحسبو فيها r1 اللي هو 5 ناقص الراسين كاري ديال 1 على 2، و 5 بلس الراسين كاري ديال 1 على 2. r1 ايغال 2 r2 ايغال 3. دونك لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون نعاودو r1 و r2 اللي هما هادو في بلاصتو، هي الفا ليكسبونونسيال ديال 2x بلس بيتا ليكسبونونسيال ديال 3x. نلقاو الفا و بيتا سي y0 ايغال ا 0 و y بريم دو 0 ايغال ا 1. دونك هنا نعاودوهم في هاد ليكواسيون هادي y دو 0 ايغال ا 0 ليكسبونونسيال دو 0 هو 1، دونك الفا بلس بيتا ايغال ا 0 و y بريم دو 0 ايغال ا 1. ليكسبونونسيال ديال 2x ديريفي ديالها هي جوج ليكسبونونسيال ديال x، دونك هي جوج الفا في ليكسبونونسيال ديال 0 اللي هو 1، هي جوج الفا بلس 3 بيتا ايغال 1. دونك هنا غادي نلقاو الفا وبيتا ونعاودوهم في ليكواسيون ديالنا اللي هي. نشوفو لو دوزيام كا كون دلتا اي نول. هنا عندنا r1 ايغال r2 ايغال 0 و لا سوليسيون هي y ايغال الفا x بلس بيتا ليكسبونونسيال ديال r0 دو x. شوفوها في واحد التمرين. عندنا y سكوند بلس 4 y بريم بلس 4 y ايغال 0. نعاودوها بليكواسيون. دونك هنا r ايغال موان 4 دومي ايغال موان 2. دونك لا سوليسيون ديالنا هي هاد ليكسبرسيون هادي، ونقدروا من بعد نلقاو الفا وبيتا. لو تخوازيام كا فاش كتكون دلتا نول. دونك هنا عندنا واحد
juge des deux solutions. R1 égale à P plus IQ ou R2 égale à R1 bar P moins IQ. Donc, on a l'ensemble des solutions de l'équation et de l'expression Hadi. On a P ou Q. Je vois l'exercice. Y seconde plus 2y prime plus 5y égale à 0. Delta, l'équation est moins 16. Donc, il y a 4 i au carré. 4 au carré est 16 ou i au carré est moins 1. Donc, on a R1 d'Anna ou R2 qui est R1 bar. On a l'équation. ومن بعد نقدروا نلقاو الفا و بيتا. بقى لنا لوكال الاخر هو كون اي سكوند بلس اوميغا كاري دو اي ايغال ا زيرو. هنا لونسومبل دي سوليوشن ديال هاد ليكواسيون هي اي سكوند ايغال ا الفا كوس اوميغا اكس بلس بيتا سين اوميغا اكس.